السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخوت والحباب، تبارك الله عليكم. الحمد لله شاهدنا صلاه العصر بني طنجة في مسجد السوريين، وكان واحد اللقاء ما شاء الله مع الشيخ ديالنا كنحبوه وما كنعرفو الا الخير والله العظيم، مفهوم؟ كما جاء في معنى الحديث يعني ولو ضعفه العلم، قال لك كيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الرجل يعتد المساجد فاشهدوا له بالايمان. والايه المشهوره، والله يسمح لنا حتى الشيخ ديالنا كنتكلموا، الله يسمح لينا، الله يسمح لينا والله العظيم. ربي كيقول: انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا القرآن الكريم، مش واحد يصلي الصلاة الله يتقبل منا، ما عليناش. شيخ محمد الفيزازي انت على الهواء، مرحبا بك. مرحبا، انا سعيد يا شيخ. الف مرحبا. شي كلمه بعدا بحق هذه الدراجه، وقلت لك انا جيت من الصغير. نعم، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. لا اله الا الله. قوه المؤمن في جسده وفكره وقلبه ودينه ومجتمعه الى الله يبارك فيك. حياك الله. الراس المبارك. زدنا يا شيخ. الرياضه فيها كل الخير. العقل السليم في الجسم السليم كما يقال. جزاك الله، وفقكم الله لكل خير. امين. صلى الله عز وجل ان تدوم المحبه في الله تعالى. امين. بارك الله فيكم سيدي. كما نعلم يعني في هذا المجال التواصلي الناس يعني كيشكروا وكيشجعوا الناس ديال الفساد ولا اله الا الله. احنا يعني ما كنسيئوا حتى شي واحد ما شاء الله، مفهوم؟ نعم. ولكن يعني الشيخ الفيزازي كنسمعوا لي يعني شي انتقادات. بغيناك يعني توضح لنا شي نقاط، يعني كيقول لك قلب الكاباش، كيقول لك بيع الماتش، وضح لنا شي نقطه بارك الله فيك واسمح لي الله يجزك بخير. مرحبا. هو تغيير المواقف ليس تغيير الدين. الله الله. يعني الفرق كبير ما بين الانسان يغير مواقفه وسلوكياته وما الى ذلك وان يغير دينه. نحن مسلمون الحمد لله، والعقيده هي العقيده، والتوحيد هو التوحيد، والقران هو القران، وشرع الله يعلو ولا يعلى، وعلى الملة والكتاب والسنة الحمد لله إلى أن نلقاه بتوفيقه سبحانه عز وجل. أما المواقف فهي تتغير من مكان لآخر ومن يوم لآخر، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. أمين. سي محمد، كان طلب منك يعني تسمح لي شي نصيحة لأمة الإسلام. والسلام عليكم. والله أنصح نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله سبحانه عز وجل، هي النصيحة التي نصح بها الله عز وجل وأمر بها الله عز وجل الأنبياء والمرسلين قبل غيرهم من الناس. السلام عليكم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شكرا. جزاك الله عنا خيرا. مع السلامة. مع السلامة. يا الله يا الله يا الله يا كريم يا كريم يا كريم. مرحبا مرحبا مرحبا. مسجد السوريين، مسجد السوريين. يا الله، الصدفة أحسن من 100,000 مئة. كنشكر الشيخ الفيزازي، كنشكروه لا التواضع ديالو لا الطيبوبة ولا هاد الكلمة. ها مسجد السوريين، ها البطل أيوب، ها طنجة العالية. السلام عليكم. الله يحفظك. شكرا شكرا. الله، بلاتي أيوب، بلاتي أيوب أصاحبي. دابا غنمشيو نتغداو، وأيوب دابا شبعت. يا صاحبي، وسمعتي السيد الكلام كي داير أصاحبي؟ شيخ الفيزازي، شيخ الفيزازي، شيخ الفيزازي. والسيد هانتوما خوتي كتسمعوا؟ ها؟ قال لك حنا أهل السنة والجماعة، وحنا يعني مسلمون. بلسان الحال ديالو قالها. ويعني الإنسان يا إخواني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. يعني وما نشوفوش يعني غير العيوب والمساوئ. حنا اليوم كنشاهدوا ناس ديال ها ديال الاحوال يكرمون، والناس صاحبي فيهم الخير وفيهم الصلاحيه يهانون. لا 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 لا، الله العظيم يعني ما خصنيش نتكلم. وهذا الحمد لله ربي كرمني بهذا اللقاء هذا مع الشيخ ديالنا محمد الفيزازي بارك الله فيه. الحمد لله الحمد لله، هذا شرف من الله والله العظيم. يعني رجل كتشوفه كيذكرك بالله عز وجل، هذا ماشي بالسهل. اخواني الكرام، يعني الانسان انا والله العظيم على اللسان ديالي، لسان الكلام يطيش والله يا احباب. ولهذا الله يجازيكم بخير، ردوا البال ونعرفوا واش كنقولوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول يعني: ليس بالمؤمن بالطعان ولا اللعان. احنا بقاو غنشيروا كذا وكذا، والكلام راه واضح، وانا كلامي راه واضح وباين يعني حول ماذا اتكلم. وكنحيي الاصدقاء الكرام ديالي وتبارك الله عليكم. احنا وخاي ايوب صاحبي كيف ما شاهدتوا بداية الرحلة، احنا في طنجة والاصدقاء الحمد لله كيتلاقاو بينا وكلشي كيفرحان بينا والله العظيم. اللهم بارك وزيد. زيد السي ايوب، دابا غنمشيو نتغداو. ومرحبا بالاصدقاء، مرحبا مرحبا بكم. يا سلام، ها طنجة منورة منورة تبارك الله. اللهم بارك. وكنشكر السي الفيزازي. نعم. احسن المدن في افريقيا. شنو هو؟ طنجة. الله الله. طنجة الكبرى. حتى لا ننسى، كنشكر السي الفيزازي، شجعنا على هذه الرياضة يعني وعرفنا يعني. تستغرب اخوتي والله تستغرب. انا وجيتو
وراه ما قلنالوش جبنا الزيت البلدية، ما قلنالوش ما قلنالوش غير الدراجة جات محمد هنا. والله العظيم كنشكرو السي الفيزازيم هذا المنبر، الله يسمح لنا. كما يقال نعم متى رأيت مسلما لا ينكب، وحنا خوتي كنا بالعيوب ديالنا وكنا يعني الإنسان كيقولوا الناس ديال الفهمة والناس ديال اللغة، قال لك لماذا سمي الإنسان يعني من كثرة نسيانه. الله يسمح لنا الله يسمح لنا. مرحبا مرحبا، وما تنساوش أخوتي رحنا هنا في طنجة اش كنعملوا؟ جبنا الزيت وجينا كنطريدو وجينا فهمتي وجينا كذلك كنقلبوا على الشاب المتشرد. نعم نعم سير سير اخا ايوب سير دوز منا دوغ منا، حنا نمشيو لهذاك المكان وهذاك المقهى. خوتو الحباب شاهدوا معنا، نمشيو لهذاك المقهى يعني اللي كان فيها اللي كينعس فيها هذاك الشاب المتشرد. نطلب الله عز وجل، انا كنتمنى هلقى هذاك الشاب ناخذ منه واحد الكلمه، ها واحد الكلمه، وهنكرموه ان شاء الله، هنكسيوه وهنديوه عند والديه وما نخليوه ما نعملوا معاه ان شاء الله بحول الله عز وجل. الله عز وجل يعني يسر لنا في هذا السبيل هذا، الله يتقبل منه. سير اخا ايوب سير. الله 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 اكبر يا الله يا الله. صلى صور صلى صور صلى صور. سير ايوب سير سير سير. حجاب ديال البلاي يكون فيها ريح. ها طنجة اخوتي ها طنجة. الله 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 الله، هادشي كله من الله والله العظيم. الله الله شو هاد الدنيا وكيدايرة صاحبي. يا دابا ربي الحبيب اخوتي ما يعطيني قصر في الجنة. الله الله وقصر اصاحبي قصر وماشي ديال الدنيا ديالنا هي والجنة صاحبي. الله الله شوف 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 هاد الدنيا شوف هاد الدار كيدايرة شوف شوف. الله 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 اللهم بارك. يا عجبا وريهم هادي اللي فوق. هادي عطيني. الله والله الا خيخصنا على الايمان والله العظيم ما جاب الله الايمان. يا سلام يا سلام يا سلام. عاصم الله الله. ادخل ادخل ايوب شنو لا انا ما عندناش حق نغم هنا. لا 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 شكون نديرو؟ ها هي العلامه ما خصكش تدور من تما. مرحبا سي ايوب. ما هنضروش ايه مشيت على الكومبا. صلا صلا. لا 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 ها؟ السلام عليكم شكرا شكرا. ها؟ ايوب مشى. اللهم بارك. سنين دور سنين دور والخط متصل. دورت هنا دورت هنا دورت. يا سلام سمحنا خي. يا سلام يا سلام. هرب 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 ما جبتي عود سيلفي. الله يا سلام. خي ايوب راه واحد الجلسة معتبرة الخس. مرحبا ونهار كبير هذا والله الا نهار كبير. نتوما عارفين الخوت الرياضه كتنشط يعني وزنا تنشطنا بعد اللقاء مع السي السيري الناموسه الله يهديك. وزنا تنشطنا بعد اللقاء مع السي الفيزازي. ماشي ناموسه كي هذا كيلقيو هذا الربيع كيبقى يطير في الوجه هذيك الماكينه راه. ايوب يا ايوب يا واش جبيده هادي. وهرب سي عندك ها طحن الجوانطه خا ايوب
واه والله والله يا سلم هاد العمارة هي حنا جينا حداه خايب واش نشطان شطان اخاي صح راه مشطوم نجيب شطان جا ما نشطوش الله 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 خوتي وحبابي يلا تبارك الله عليكم كنحييكم انا وخاي ايوب هاد المدينه الجميله والله الا هنا باقي تا نتعشاو هنايا فوقاش نعاودو ايوب والله ما نعرف اغاي ما نعرف حتى الصباح ونتسحروا في زايله عندنا المليح راه عندنا راه عندنا راه عندنا شوف 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 اللهم بارك دابا هاد خفافات دابا هاد خفافات وهنمشيو باش نقلبوا هذاك المتشرد هنمشيو دابا هنمشيو يلاه خويا تبارك الله عليكم تحياتي من قلب الحدا طنجة يا سلام يا سلام الله 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 والوجه صاحبي كيصفى وهادي وراه طنجة صاحبي وايوب وقبح الله الفقر صاحبي كنسكن فواحد الحومة عندي واحد الحومة عندي وانت جيتي بيكالا في الصباح ملي جيتي عندي ها كيف دير ايوب اش نقول لكم اخوتي واحد الحاله مكرونه واحد الحومه اخوتي عندي ما دخلهاش حتى ما داكشي ديال الزنقه وداكشي ما كاينش ما عنديش الحيط مطلع واحد المصيبه يا اخواني انا دابا لقيتوني كنحماق على داك السجل التجاري كنعدل السجل التجاري مشيت دفعت داكشي دفعته في المحكمه والله حتى الظلم عندنا في هذه البلاد قسما بالله غير الله يخليها سلعه خوتي ما تلومونيش كنتكلم هكذا كنفعل ما تلومونيش سمعوا اخوتي ماشي الظلم خلصت التواصل خلصت الزباب ديال الفلوس اخوتي في السجل التجاري وما يقبلوهليش ما يقبلوهليش علاش هذا ماشي الظلم هذا ما عندناش الظلم في هذه البلاد ما عرفناش علاش كل اللي مسؤول على هاد الناس هادو شنو المشكل في هذا السجل التجاري قال لك اسيدي لا انت ما عطاوك شي وانا عندي رخصه ديال المحل اذا دابا الفوضى هذيك رخصه ديال المحل مين وعندي شهاده السكنه هذاك الشهاده السكنة شكون عطاها لي؟ هذا المقدم دابا هذا القايد دابا هذا القايد عندنا ها سيد القايد عاطيني شهاده السكنة قال لك لا في المقاطعة ماشي في المقاطعة في البلدية 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 والناس ديال الأشغال الأشغال ديال المدينة قال لك لا انتوما ما عندكمش هذيك آلف يعني مجموعات بها زنقات كذا دابا أنا عندي أخوتي العلوان عندي يعني قصر كبير حي بلاد صرصري هيدا وفي المحكمة قال لك أسيدي لا خصك مجموعة وخصك الزنقة إيوا ملي مشينا عندهم قال لك أسيدي وأنتم باقين إيوا فكوا المواطن في الوحلة ديالو فكونا أصاحبي دعوة الله أنا بعدا والله ما كنت عاتق في الحق ديالي دعوة الله دعوة الله دعوة الله ولا صاحبي عاد السجل التجاري وشحال خلصت صاحبي ديال التواصل ودعوة الله صاحبي راه عندنا الظلم صاحبي تاب الجالية صاحبي الجالية مقيمة من خارج كيحشموا بينا صاحبي واحد السيد اخوتي اللي كنت تفرجوا فيه واحد السيد راه كان يعني داز في الدوزيم يعني كان هو ما تقوليش صاحبي هاد القناة ما كنحملهاش يا صاحبي والمهم ما علينا تكلم تكلم واحد خانة باغي يدير مشروع في المغرب وعنده واحد الفكرة يعني معمرة له راسه باللي المغرب ما في الوراء ما يسرولوش الأمور علاش اخوتي والله الا اخوتي السيد داز ويعني عنده الحمد لله عنده يعني ربي ميسر عليه وناوي يجي يستقر في المغرب ويرجع للعوده ديالو للمغرب وفي بلاده وفي دوادي ولكن عنده خايف من واحد الفكره شنو هي وانه ديك الاوراق وديك المسائل ديال المشروع ديالو عيعقدوا الامور وعيتعطلوا له ولا كذا وعيصدق ما هو هنا ما هو تما وبحال السي عمر دابا هو باغي يدير شي حاجه في الوراق يعني دعوة الله دعوة الله ايوب المشكله خلاص فلوس يا صاحبي واش طاب انا طاب انا 3000 درهم ولا من عرف اصاحبي وما كاين والو يا لا الظلم اصاحبي اش الظلم عندكم علاش اصاحبي علاش والرشوه الرشوه عطيهم الرشوه دعوة الله اخي دعوة الله انا والله ما كنت عاتق بحقي بعد قسما بالله حشومه اصاحبي حشومه اصاحبي راه حمقوني يا صاحبي حتى شي نهار نفتح شي فيديو هيدا ونشبر ديك الوراق ونقطع في يماهم قطع 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 حشومه اصاحبي كيقول لك في المحكمه طلبوا لينا قال لك اسيدي خصك ما عندكش انت هنا في يعني في حيت المحل ديالي والمحل فيه رخصة عندي رخصة المحل بأنني اش كنعمل فيه واش كنعمل فيه عندي فيه كنبيع فيه الماء داكشي قديم الحوايج فهمتي عندي المحل هادشي اللي عمل فيه إيوا عطاو عندي رخصة المحل قال لك لا أنت سيدي ما عندكش هاد المحل يعني فين كيتوجد
ش من زنقة وش من مجموعة شو العشوائية. شوف وهاد الحي كي داير الحالة ديالو، والدعوة الله الدعوة الله الدعوة الله في كل مسؤول في حق هاد البلد هذا، الدعوة الله في كل حق مسؤول في هاد البلد هذا كيضيع الحقوق ديال الشعب. شو ما صاحبي اللي كيضيع الحق هاد الشعب، اللي كيضيع الحق، انا ما كنعممش كنجمعش يا صاحبي، فهمني زين. الدعوة الله والسلام عليكم.